Evet mesela selam ben üç numarayı sıfır mı hapse cümle gümüş ve soğuk. يهنا السلوي ننتقدو دامس عبد العزيز بوتفليقة أجليد نتمرتنا السويد كارل السادس عشر غوستاف سلمونسب نتفاسكا تغناو نتمرتس يوكداس فوحراسس فوخدام دورني نالحوار دا السياسة تدوتش لادو معوان جار الدزاير دا السويد يصدق أصنط أسقامون نغلفن سجبان وسلوي ننتقدو دامس عبد العزيز بوتفليقة في المشروع نوهيل مبدأ الدفع بعدم دستورية يدوسين دي الدستور جديد من يدزمو لنا الإصلاح نتمسنين وحتر من الحقوق الميدان دا المراقبة الدستورية في القوانين إتو صدق غفص سالبرلمان أما نش يصدق أسقامون نغلفن فوهيلي تخصان سرسين الأكاديمي نتزاير نتوتليت نتمزيغت هو نجار إدلياس بوسنانا أملاقا نسقمون نغلف نظران سوجبا سلوين تقدو دامس عبد العزيز بوتفليقة يسجى لقنو تسينو بدا نطبق القوانين يتهمان جديد إلى نسجة دستور 2016 لما بدأنا الدفع لقلت الدستورية إلى أن توجس المادة 188 سد دستور تسجى شروط الكيفية نطبقس سومرشيد القانون العضوي تصادق غفص ديون نملاقا دي قنوتسي الخلاف وبريد أدعم الحقوق الحرية تدعم أعسين دستور في القوانين من تسجل حق الاختار اسقم دستوري سلقلت الدستوري دسات اكتسات ما نتمسني تبع التمسني اعلان نغ اسقمون الدولت دي اول سدفرة صدق فو مرشيد القانون يوكد سلوين تقدو دامس عبد العزيز بوتفليقة اسشن عجم الحال سويني تسجد جديدة سقم نتمسني نجدد القانون الا نتجد زير سطمرة الى نطور او نمدون من يزقى مسا سلوي يكمل نسقم دور نيوجار أما غير سقم الأقوان دو جدد المنظومة نتمسني ديق نتسيلي لي جور الجن أرافق نسقم نأيولو الحكم تديت مرتنغ أسقموني نغلفني شمري قنوتسيلي تهمام دون سنمر الهوية نتمرتنغ دو دعم تيديو تنميد النتزاير من يتوسشني دي سل أكاديمية تجزيري تنتوتليت نتمزيغت وصادق فهو مرشد القانون العضوي لاني فصل يتسجل مهام تشكيلة ضم دو سيجور المجمع نتوتليت نتمزيغت إلا نسجت الدستور 2016 دفر مايرنيس توتليت نتمزيغت توتليت تغنوت ستمن رسمي الدولة نتزاير من تسجل أكاديمي تجرون تسكلان تمرت نغن توتليت نتمزيغت أيلو أنو عسنيلسس دو وحد دتيديو تنتمزيغت في أيلو المستويات نوصاف دت تحليل نيلس دو سجل قاموس مرجعين توتليت نتمزيغت أما شتعدي التشكيلة مستمروين ندمون سمسن الكفاءة الجزائريين أسلوين تقدو دامس عبد العزيز بوتفليقة دي أول سدفر وصادق فو مرشد القانون يؤكد باللي صادق البرلمان فو النص أدي عداش ماري وتسيل نورا نتزاير أما شيت لي تمازيغ تدي قنوزمو لنتيدي وتنميدنس من يؤكد ماسا سلوي أحراس أن الدولة فوس نمرس أما شي ندغفس الدستور من يتلا تسحقا إعافر نين عزم نتمرتنغ يسنمرس أين يدي عاد أرني نون توتليت إلا ندزمول يتهمى سلهوية تمرت النخ أما شي قرار سلوين تقدو دامس عبد العزيز بوتفليقة أو شأن 500 مليار دينار دجن فوهيل تدريم التكميلي أما شي تسقع أرني يتوجن في طفراين الإدارة يشو التعليمات الحكومة يوتو سنقفة رمضان دو بداس سودو بدلس وشان يدري من سيوس بقاس غدس نقر أحمد عبد العزيز من نوي والن نسقاموني نغلفن سفوس نسلوي مس عبد العزيز بوتفليقة أدات فن أمس نيوكيدن إتيتشل تبلاس الموقف نتمورت وحافظ التوازنات نتدمسا أدمي الدن نتمورت وضمان جرمي الدن نتمورت نتزير من إلا يفقد سلاتر نشمر نتجميد نمرشيدن إلا نغرس نصيلت يسجمو دخصص ندريم وجارس القيمة 500 مليار دينار أدي سمح وفوق منه ومرشيدا إهلا نصود الأشغال عموميين دل المناجم دين فاجن دل المطارات من يدخ إيناد سلوي أبدس نناقش مرشيد ودريم دل القانون نكمل إيناد سوسبديس الزيادات تقترحن أن لن يتخص الوثائق اللي دارت أكمل نخدام نضمان أن منه وإناقش إنغلف أهيل نجاج دهيان العمران ديس منه لجراءات إتوبين سوزون نومان دتريسيتي دوفر نسيولة دي البيروات البريد دوفر المواد المعاش يورن رمضان دي أيول السواق تمورت يوكد دخس الواي سوصهارن الحكومة ينفد منه لجراءات يورن رمضان دبعدس يحافظ الكرم تنمدن دلعستنسن
ينادى سلوى يعوض المعيونات يتواشولين سلقفت رمضان إلا نتوسن غل المعيونات ندريم إلا نتوصرف صكوك نغطي غوسيوين الإلكترونية أهيل نتدمس الدولة إلى تغار يكمل أحماء نجيجك التجارة وصغار يسودر أن الإنتاج الصادرات إذا قاد سلوي إدباب نريال أستفادي السيسن دي منه وإسنا ميرن دورني نسل عد الخدمات أسقامون نغلافن إدرس يصادق في منه ولمراس من تلويت سيسن شرد سيس الموافقة أن العقود دو صفغن المحروقات سوفوسن الشركة دي تما نغ محيط ميمون دو محيط غور يعقوب دتا ما انتنهرت جمال ديونو داي تجاير رمضان ملقا دي غلنا العسكر ايماني الى جاي سجا الفريق احمد قايد صالح النائب نغلفنا الدفاع غنا وسلوين الاركان الجيش سوى السوي قنونود نخدم دو فتش يتماتم زورنا العسكر سن والسان بدات مس الفريق سوف كادنا الفرقه تفايت مراود سنت مشات ميكانيكيه ديال الجلفه ملقا قايد اللواء حبيب شنتوف القائد نتمان العسكر تمزور تمشي ملاقي دود ماون دي غالن الفرقة يجو يقت الكلمة التوجيهية وكدي سعجب سن الحال سونو ملاقا دور قابنا الظروف نخدم دت مدور دي غالن نتما دو وجدنا لوحدتنا القتال تم قرند سات إخدما إلا نقلنا زده أنا على يقين تام بأن إسهام الجان متعلق بالمهارات والمؤهلات والكفاءات بكل ما يحمله هذا الجانب من معنى في الرفع من الجاهزية وتحقيق النتائج الميدانية هو إسهام كبير وضروري لأننا على يقين تام أيضا بأن الجانب المعنوي وإسهامه في الرفع من درجات الجاهزية القتالية والعمليتين للأفراد والوحدات هو إسهام شديد الحيوية بل وشديد الضرورة فلهذا الغرض تحديدا كنا دوما وسنبقى بحول الله تعالى وقوته ومنطلق الحرس الذي ما انفك يبديه فخامة السيد رئيس الجمهورية القائد الأقوى المسلحة وزير الدفاع الوطني للتاريخ الوطني عموما ولتاريخ الثورة التحريرية على وجه الخصوص نستحضر رفقة الأفراد العسكريين في كل مناسبة وطنية وفي كل زيارة ميدانية قلت نستحضر وإياهم أحد مرتكزات بناء القوة المعنوية ألا وهي استحضار مفاخر تاريخنا الوطني والعمل على ترسيخه في قلوب وعقول الأفراد أذن عر أنغلف نتغوسي ونزغار عبد القادر مساهل للشامل لقاني نغلف أفريقيا دات مورانو جنادي كوبنهاغن دفريق العرضت نوزيوسنا الدنمارك أندريس سامويلسون من يدرى أو الندوة تشيس وقاسي ومشاور دا الحوار في تحدية نيمال أما شادي ملاقا نغلف نزغار ديزي وينس سمناو أتمورا أما شادي سجاء للشا المدير العام لما نغنو لواء عبد الغاني هامل قنونود نخدام غل البرتغال ومعاونة الدوتش لاجار الشرطة نسنت مراد بدل الخبر دي جريمة المنظمة دا السبرانية دي تقدر تنتشانين قصر المعارض تبدا صنات تيفيرت نتزاير تقر غلنت نحفظ القران من يجب فاس كانوا بدا نغلف نتغوسيوين ندين محمد عيسى دود ماونا الحكومة دا ديبلوماسية نتزايري قرية سين بحريز سمس نت مروين سنت نت مراد نعرنت دي طبعة فايد مراود تسمس نتفيرت نتزاير نت مراد دونيت نحفظنا القران أمبارش انني اعلن السولك يغداني بهد على النقص اسم نسلوين تجدد ماس عبد العزيز بوتفليقه سودان طبعت فايد مراود تسمس نتفرت نتزاير نتموران الدونيت نوحفاظ القران انبارش ماني سيوش امقران ادي للتوفيق السداد ومنه السداد منو الاحكام ضد المعايير ادي لند الفاصل جاري مزاورا وحفاظ القران انبارش تنتهج معايير محددة من أجل اختيار أفضل القراءة والمعايير هذه تعتمد أساساً على الحفظ والأداء الحسن وإتقان التلاوة القراءة الصحيحة من أحكام يعني متمثلة في صفات ومخارج ومدود وما إلى ذلك دي إمار نسز نوسان أدم زوارن الحفظة أن القرآن أنبارش
تفرق نو براز دي الأخضرية لبويرات كشفي قلت المفرز تنجيش أغنى وصنات سني مشان نكرا من تربعين الربراب بماشي تسعركي قلت المفرز تنجيش تماماً بني والنيف في ولاية البشار أسيت فأني قلت الكمية نالكيف ستجار للمخدرات ماشي تفني غالا نيدران نيلل ضد رك ديتي لمسان أكوز نتجار للمخدرات الجنسية مغربية غرس 165 كيلوغرام نالكيف دي غالا نيدران دي تنصت فن الكمية نالكيف دي المفارز بلا أطفن الكمية لمعاجة التاويلات دوتو فن 36 مهاجر بلا تفريس من نوع الجنسيات دي تيليمسان غلداني نور لقضة لسال وسوعني ربما مش لهنا لمن صحف طركم عكبة غدشل تغدى سلمانون